في نفس الأيام الفاضلة إذا ابتدع فيها وجد الكسل عند هؤلاء. وأوضح مثال: بعدما أتت وسائل التواصل يتواصلون يوم الجمعة بدعاء للموتى أو بدعاء خاص بيوم الجمعة أو ما شابه ذلك، لكن إذا أتيت هؤلاء يتواصلون بهذه الأشياء التي لم يشرعها الشرع، إذا بهم لم يستفيدوا من ساعات يوم الجمعة التي بها ساعة الاستجابة، إذا بهم لم يقرأوا سورة الكهف، إذا بهم لم يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، فتروا عن المشروع واجتهدوا في غير المشروع. ومن اشتغل بالسنة وحرص عليها سبحان الله تزيده إقبالا على الخير. والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لكن من اشتغل بخلاف ما جاء به الشرع اشتغل بما حرمه الشرع. ولذلك لنا عبرة في اليهود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فسنة الله عز وجل اقتضت أن من اشتغل عن الحق اشتغل بالباطل.